هنا برضو حتة مهمة, what are the secondary causes of hyperlipidemia؟ مهم نعرفهم ليه, لان قرار ان عيان عنده هايبرلايبيديميا ممكن يتطلب ان هي لونج لايف ثيرابي, يعني بادويه وكده, وليها مضاعفات كتير منها هيباتوتوكسيك زي الاستاتينز او بيعمل مايوسايتس ومسل دامج وتوكسيسيتي. فمن من المهم ان احنا ناخد بالنا في السكندري كوزز في هايبرلايبيديمياز, لان we need to exclude them before therapy with any anti-hyperlipidemic drug, لان هستخدمه مدة طويلة. فقبل ما ابدأ الدراج ثيرابي بنجرب اكتر من حاجة, منها الدايت ريجوليشن واكسكلود الايه السكندري كوزز, لان دي اهم حاجة. طب ايه هي السكندري كوز بتاع الهايبرلايبيديميا؟ دول انا مجمعهم في مجموعة حروف الاي بي سي دي اف. ها الاي الكول اللي بيكون بيشرب الكول كتير, يكون ده احد الاسباب اللي مزوده له الليبيدز. بي عشان نفتكرها بيزمنت ممبرين ديفكت او في النفروتك سيندروم, ها بيحصل لوس اوف ايه بعض انواع اللايبوبروتين وبتعلى الليبيدز فيه وبتعمل اثيروسكليروسس. روحوا شوفوا الميكانيزم في النفروتك وفي شرح الكدني. سيجاره سموكينج ها من الحاجات المهمة قوي, ممكن تأجريفيت الكونديشن. ديابيتس ميليتس ها بحرف الدي, لانه بيحصل فيه بيزيد الاكتيفيتي بتاعه الاتش ام جي كو ايرادكتاز الاتش ام جي كو ايرادكتاز انزيم اللي هو هيدروكسي ميثايل جلوترايل كو ايرادكتاز, بيحصل له سوبر اكتيفيشن مع الديابيتكس فيزيد تكوين الكوليسترول. الدراجز زي الانتي كونفولشنز الاستروجين البيتا بلوكرز سايازايد دايوريتكس, كل دول تعلي السيرم ليبيدز. الاندوكراينال كوز زي هايبوثايرويديزم الثايروكسين الواطي والاكسترا وانترا هيباتيك بيليري اوبستراكشن, بيحصل ريجريتيشن للليبيدز والكوليسترول من البايل وتعلى وتعمل زنسوما وزنسلازما في الجلد. والاف فاتي يعني اوبيزيتي الاكل الكتير ويعمل ايه هايبرلايبيديميا. فمجموعه اسباب لو عاوزين تراجعوهم هتبقى بالسهوله دي الاي بي سي دي اف هم ورا بعض, ها الكول النفروتك سندروم سيجاريتس ديابيتس دراجز اندوكراينال كوزس وفاتي اللي هي ايه اوبيسيتي. فذيس فاكتورز ماست بي اكسكلود قبل ما ابدا انتي هايبرلايبيديميك دراج, وده لازم يبقى خياركم لاي اجابه سؤال في الانتي في الهايبرلايبيديميا, ان لازم نكسكلود دول الاول ده وندي فتره عده شهور في معظم الحالات, الا اذا كان بقى السيرم ليبيد عالي جدا ده موضوع تاني. لكن في معظم الحالات فتره ايه 3 to 6 months بنجرب دايت ثيرابي ونكسكلود السكندري كوزز ونتاكد انها هيحتاج ثيرابي بعد كده.